إذا كنت غير مشترك بالقناة لا تنسى بالضغط على زر سبسكرايب. إذا سبق لك الاشتراك بالقناة لا تنسى الضغط على زر الجرس لتتوصل بجديد الفيديوهات. السلام عليكم ومرحبا بكل متابعي مدونة صعدة التقنية في كل مكان مع هذا الفيديو الجديد، والذي بطبيعة الحال جاء بعد مجموعة من طلبات الإخوة المتابعين أصحاب وصناع المحتوى التقني أو أي محتوى كيفما كان عن أفضل ميكروفون بجودة عالية وأيضا بثمن جد مناسب. بالصدفة إخوانا الأكارم فتحت بريدي الإلكتروني هذا المساء ووجدت طبيعة الحال عرض لهذا الميكروفون الذي تشاهدونه أمامكم، وهو طبيعة الحال توجد له مجموعة من الشروحات في اليوتيوب يمكنك البحث عنها طبيعة الحال ومعرفة أكثر المزايا التي يحتوي عليها هذا الميكروفون اللي هو BM 800 بروفيسيونيل ستوديو كوندنسر. يعني هذا الميكروفون هو احترافي بثمن جد مميز. أما في هذه الحلقة سوف أعطيكم كوبون لتخفيض يعني ثمن المنتج من $20 إلى $18 إخواني وأحبائي في كل مكان. يعني الثمن الأصلي هو $20، عندما سوف نضيف الكوبون سوف يصبح ثمنه على الأقل يعني $18. كل ما عليك أخي الكريم هو أن تتوفر على حساب باي بال يعني مشحون، ثم يعني تقوم بتسجيل حساب في هذا الموقع، ثم ستضغط مباشرة على Add to Cart بهذه الكيفية، ثم مباشرة سوف تتوجه للأعلى وتضغط على الزر يعني كارت بهذه الكيفية، ثم سنضغط على View My Cart. ثم طبيعة الحال يعني سأحدد فقط يعني منتج واحد للإشارة فقط، فإذا كانت هنا طبيعة الحال 2 ستعيدها إلى رقم 1 لكون أنك تريد فقط شراء قطعة واحدة، ثم بعد ذلك ستضيف الكوبون في هذه المنطقة ونضغط مباشرة على الزر أبلي طبيعة الحال، وسنحصل مباشرة على ثمن اللي هو طبيعة الحال منخفض على الثمن الأصلي. يعني هو ثمن القطعة هو 20.76، والثمن الأصلي هو أو الثمن الذي يمكننا شراء به هذه القطعة بعد إضافة الكوبون هو $18.79. فإذا أردنا طبيعة الحال الدفع يا إما عبر الباي بال أو مجموعة من الأبناك الإلكترونية كفيزا وماستر كارد إخواني الأحباء. أتمنى من صميم القلب أن يعجبكم هذا الفيديو وهذا العرض طبيعة الحال الذي وجدته بالصدفة ببريدي الإلكتروني، تم إرساله من طرف الأشخاص، وأحببت أن أشارك به صناع المحتوى والذين يريدون الحصول على ميكروفون احترافي وبثمن جد مناسب عبر موقع إلكتروني مشهور. ستجد رابطه مرفق لهذا الفيديو مع الكوبون. إلى اللقاء. هذه الحلقة انتهت. أدعوك لزيارة استيفونيت.com للحصول على مواضيع التقنية والتفاعل معنا عبر صفحة مدونة سعد التقنية على الفيسبوك. لا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة وتشرفنا بالزر اشتراك أو سبسكرايب. إلى اللقاء.